أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية أن الحكومة حريصة على تسخير كافة جهودها وإمكانياتها للاستثمار في رأس المال البشري عبر إعداد وتأهيل موظفي القطاع العام بما ينعكس إيجابا على نوعية وكفاءة الخدمات الحكومية. وقال معاليه إن السياسات التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والأهداف التي وضعها مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لترجمة تلك السياسات إلى برامج وخطط طويلة المدى جميعها تصب في مجال رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز مهاراته من خلال التدريب المستمر وتطوير معارفه العلمية لتوظيفها في زيادة كفاءة بيئة العمل الحكومي. جاء ذلك لدى تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة برعاية الاحتفالية التي نظمها معهد الإدارة العامة بيبا لتخريج 26 موظفا من القطاعين العام والخاص من طلبة الفوج الثاني من برنامج ماجستير الإدارة العامة بحضور عدد من أصحاب المعالي وأسعاد الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والمدعوين وممثلي جامعة إكس مارسيليا الفرنسية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن أطيب تهانيه وتبريكاته لخريجي الفوج الثاني ضمن هذا البرنامج، معربا كذلك عن اعتزازه بما بذله الخريجون من جد واجتهاد ومثابرة طيلة فترة الدراسة والتي انعكست على المستوى المتقدم الذي ظهرت عليه مشاريع التخرج التي أهلتهم لإتمام دراستهم العليا ونيل درجة الماجستير في الإدارة العامة بكل اقتدار. وحث معالي خريجي هذا الفوج على تسخير مخرجات دراساتهم لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب في بيئات العمل المواكب للسياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وخلق بيئات عمل حاضنة للبحوث والتميز والإبداع والابتكار عبر تطبيق مفاهيم الحوكمة وتعزيز مبادئ التنافسية بين الموظفين لتحقيق الإنجازات. وأضاف معالي قائلا سنشهد في العام المقبل كذلك تخريج الفوج الثالث من هذا البرنامج الذي نوجه للملتحقين به كل عبارات التشجيع والتحفيز على بذل قصارى جهودهم لتحقيق الأهداف التي يصبون إليها على الصعيدين الشخصي والمهني، وأنه من دواعي السعادة والسرور أن يبلغ عدد خريجي هذا البرنامج بحلول العام 2020 أكثر من 70 موظفا سيساهمون جنبا إلى جنب مع زملائهم في جهات العمل المختلفة على مواصلة تحقيق سياسات ومبادرات برنامج الحكومة للأعوام 2019 وحتى العام 2022 وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأوضح معاليه أن اهتمام موظفي القطاعين العام والخاص وإقبالهم منقطع النظير على برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي يطرحه معهد الإدارة العامة بيبا وحرصهم على الالتحاق بهذا البرنامج في كل عام يؤكد السمعة العالية التي اكتسبها البرنامج في وقت قياسي قصير منذ طرحه لأول مرة قبل 3 سنوات، وذلك راجع في الأساس إلى المكانة الرفيعة التي تبوأها معهد الإدارة العامة بوصفه بيت خبرة ومركزا تدريبيا متقدم ليس على المستوى المحلي وحسب بل وعلى المستويين الإقليمي والدولي. وتابع معاليه أن ما يحققه المعهد بإنجازه الدولي مؤخرا عبر رئاسته المعهد الدولي للعلوم الإدارية الذي يعد أكبر وأعرق منظمة دولية للإدارة العامة إلا انعكاس لثقة النظراء من مختلف دول العالم بقدرة بيبا على الارتقاء بهذا المعهد الدولي وببرامجه وقدرته كذلك على إضفاء كل ما هو جديد إلى علم الإدارة العامة. من جانبه أكد الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة بيبا أن المعهد يسعى من خلال برنامج ماجستير الإدارة العامة إلى إعداد قيادات حكومية قادرة على المشاركة بفعالية في تشكيل ملامح مستقبل العمل الحكومي، موضحا سعادته أن علم الإدارة العامة يجب أن يسخر للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وجعل مملكة البحرين تحافظ على صدارتها الإدارية الدولية.
جهود مثابرة، عمل جاد ومتواصل على مدار عامين قضاه خريج الدفعة الثانية في تخصص ماجستير الإدارة العامة في إجراء بحوث متخصصة للتعرف على الأسلوب الأمثل لتطوير بيئة العمل في القطاعين العام والخاص. الشباب دلين عندهم شيئين، عندهم الجانب العملي والجانب العلمي، والبحوث اللي قاعدين يسوونها كلها بحوث مرتبطة بالعمل الحكومي بشكل مباشر وتصب بشكل مباشر، وهذه بشهادة الوزراء اللي كانوا اليوم حاضرين. الجميل ان بالامكان الاستفاده منهم، الاستفاده المباشره بامكانهم الان التحول الى صناعه سياسات حكوميه نخدم فيها المواطن بشكل مباشر لكن على اساس علمي بالادله والبراهين بشكل صحيح. هذا يعطي مجال كبير للعمل الحكومي للتطور، بحيث انه يكون على اسس حقيقيه علميه تفيد المواطن، تشارك المواطن في صناعه القرار. تخصص متكامل أثرى معلومات الطلبة وزودهم بالكثير من الخبرات التي ستساعدهم على تطوير أدائهم العملي. سنتين كان الصراحة مميز، ويعني تعلمنا الكثير منه، وبخصوص شلون يعني بشكل عام نتعامل مع الناس، ويعني تنمي المهارات للطالب على أساس أنه يأول مناصب في المستقبل إن شاء الله. ويعني بشكل عام مع الدكاترة عندهم خبرة في المجال ذي لمدة سنين. يعني الفرصة كانت جميلة جدا، صحيح الدراسة كانت صعبة بس الحمد لله هم ما قصروا ويانا وعطونا كل الدعم اللي نحتاجه، وإن شاء الله نتمنى مثل هاي النوع من الفرص وهاي الدراسات تكون موجودة أكثر في المستقبل. برنامج فريد من نوعه لأنه يجلب الخبرات المحلية والعالمية في تطوير القطاع الحكومي، والأهم من ذلك أنه هو يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ما بين الطلبة نفسهم. أهمية البرنامج تكمن في أن ما يتطرق للبرنامج من ممارسات دولية من ممكن يفيد القطاع العام عندنا في البحرين في حين تطبيق اللي هو الخبرات المكتسبة خلينا نقول يعني ما تم مناقشته وتبادل الخبرات مع الخبراء أكثر من أنهم مدرسين ممكن نطلق عليهم، لأن كان لهم دور كبير في اطلاعنا على التجارب الدولية في الخدمة العامة. فإن شاء الله يعني حسب اللي درسنا وقدمنا من بحوث إن شاء الله تكون في 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 مجال التطبيق إن شاء الله بما يخدم إن شاء الله صناعة الخدمة العامة في البحرين. كفاءات نوعية من موظفي القطاعين العام والخاص تنطلق برؤية جديدة تسعى من خلالها إلى إنجاز الكثير خدمة لهذا الوطن الغالي. خبرات متنوعة جمعها خريجي ماجستير الإدارة العامة عبر برنامج مهني وأكاديمي يوفر للمشاركين فيه الفرصة للحصول على مؤهل عال واحترافي بما يتماشى مع نظام العمل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.